ايه الادله؟ سمعت العلامه انت قلت في ادله قاطعه اذكرها لنا يا فندم عشان هو ينقص فيها. اسمعني اسمعني اسمعني، مقدمة الدليل يجب أن تكون في العلم، هناك مقدمة دون مقدمة. أنا أقول بشكل سريع، الدليل هي روايات صحيحة عندنا ونقطة على السطر، هل يقول هذا الدليل وبذكر الروايات. أما الناس يحتاجون إلى إشغال عقولهم وإلى تشغيل عقولهم. أنا الآن أفعل عقول الناس وأحاول أن أحاكي عقول المستمعين، معلوم؟ ولادة أي إنسان في هذا الوجود يا أخ محمد يا أستاذ محمد يا أستاذ أحمد، ولادة أي إنسان في هذا الوجود تثبت بإقرار أبيه وشهادة القابلة وإن لم يره أحد قط غيرهما. صحيح. فكيف لو شهد المئات برؤيته، برؤية الإمام، واعترف المؤرخون بشهادته وصرح علماء الأنساب بنسبه وظهر على يديه ما عرفه المقربون إليه وصدرت منه وصايا وتعليمات ونصائح وإرشادات ورسائل وتوجيهات وأدعية وصلوات وأقوال مشهورة وكلمات مأثورة، وكان وكلاؤه معروفين في كل عصر وجيل بالملايين. وللوقوف على ما أدعيه الآن عليكم وعلى مسامعكم، راجعوا كتاب المهدي المنتظر في الفكر الإسلامي من صفحة 107 لصفحة 133، وراجعوا كتاب المسائل العشر، هذان الكتابان موجودان في صفحتنا إن شاء الله تعالى وعلى موقعنا إن شاء الله لمن أراد. أولاً تطرق يعني أصحابها في هذه الكتب تطرقوا إلى إخبار الإمام العسكري. بعد إذنك سمحت العلم، أنا آسف، خليني أفكر معكم مع المشاهدين بصوت عالي، لأن حضرتك باع كبير جدا من المعلومات والعلم. أستاذ أحمد الكاتب بيقول لحضرتك يا فندم إن فرضية أو وجود المهدي هي عبارة عن فرضية فلسفية منبثقة أو خارجة من الروايات اللي حضرتك قلت إن الدليل على صحتها هي الروايات الصحيحة عندنا. هو بيقول لك اثبتها لي تاريخيا. يعني إذا سلمنا بهذه القاعدة فإبراهيم الخليل وغيره وكثير من الذين الشخصيات التاريخية نضرب بها عرض الحائط ولا وجود لها. يعني مثلا إذا لا بده دليل، مثلا الدليل من قطعي الصدور، أنا بالنسبة لي قطعي الصدور وأفاجئ هنا ليس القرآن فقط، أنا بالنسبة لي الحديث النبوي الصحيح هو قطعي الصدور بدليل قرآني من قطعي الصدور أنه لا ينطق عن الهوى، وأنني أعتبر أن كل ما تكلم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وأن كل ما صح من لسانه هو بمنزلة القرآن، لا يختلف من حيث القوة ومن حيث السن ومن حيث قطعية الصدور عن الله عز وجل. هذا رأيي وأنا أستدل عليه. فلذلك أستاذ محمد هذا الذي تفضل به غير دقيق من الناحية العلمية. أولا في هذين الكتابين اللذين ذكرتهما يقول ويخبر المؤلف عن إخبار الإمام العسكري، إخبار إقرار إمام معصوم يقول لك أنا عندي ولد، انتهى الكلام خلاص. بس هو يقول هذا يكفي على نحو الدليل العلمي، يقول بولادة ابنه المهدي المنتظر وهناك شهادة من القابلة التي أولدت الإمام المنتظر تشهد، هناك من شهد المهدي من أصحاب الأئمة عليهم السلام وغيرهم، شهادة وكلاء المهدي. الإمام المهدي أول شيء يا إخوان لا يجب أن تعرفوا يا عقلاء، الأمر الخاص والحالة الخاصة والتكليف الخاص والمهمة العظمى التي أنيطت بالإمام المهدي لأنه هو الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، ولأنه آخر الأئمة، ولأن نهاية العالم من ناحية العدل ستكون على يديه، هو عرضة في كل يوم من بني العباس بدءا
إلى يومنا وما بعد يومنا من أجهزة استخباراتية عالمية لقتله، لقتل فرصة العدل. والأستاذ أحمد الكاتب يعلم أن الاستخبارات العالمية سعت وتسعى وسوف تبقى تسعى لتقتل من أناط الله به هذا الدور لدراستهم العلمية، لأن الله تعالى جعل من ذرية الإمام الحسين مهديا اسمه محمد بن الحسن العسكري سيظهر ليقتلهم، بمعنى ليقتل مشروعهم، ليقتل استكبارهم، ليزيحهم عن عروشهم. وكما تعلمون أن الطغاة اللئام كانوا وما زالوا وسيبقون يقولون إن زعني على هذا ابني سأقطع الذي فيه عيناه، وهذا مشهور عن هارون الرشيد. لذلك اسمع، اسمع مني. أولا قلنا بأن الإمام اعترف، قلنا بأن القابلة اعترفت، قلنا بأن وكلاءه اعترفوا، قلنا بأن أصحاب الإمام رأوا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وقلنا بأن شهادة الخدم والجواري والإماء برؤية الإمام المهدي هو دليل. قلنا تصرف السلطة العباسية دليل قطعي على ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. اعتراف علماء الأنساب بولادة الإمام المهدي، اعتراف علماء أهل السنة بولادة الإمام المهدي، اعتراف أهل السنة بأن المهدي هو ابن العسكري. وإذا أردت أن تقف على عقيدة السنة والشيعة في هذا الأمر، لأن المناظر ليس سنيا الآن في مسألة المهدي، فعليك أن ترجع إلى الكتب التالية. أول شيء لمحققي السنة ومحدثيهم، سجل عندك أستاذ أحمد، صفة المهدي للحافظ أبي نعيم الأصفهاني، البيان في أخبار صاحب الزمان للكنجي الشافعي، البرهان في علامات مهدي آخر الزمان لملا علي المتقي الهندي، العرف الوردي في أخبار المهدي.